في البداية كده عايزين نعرف منك يعني ايه اضطرابات اكل، ويعني ممكن تسبب ايه، ممكن تؤدي لايه؟ اضطرابات الأكل هي أنواع من أنواع الأمراض النفسية اللي بتأثر على علاقة الشخص بالأكل وبجسمه، فبتسبب له مشكلة نفسية بمعنى أنه ما يقدرش يعيش حياته بشكل طبيعي من كتر ما هو بيكون بيفكر في الأكل 24 ساعة، بيحس بالذنب لو أكل حاجة معينة، بيكون في إحساس عامة كبير قوي بالشيم بالعار، وبيكون في هوس بالأكل وبالوزن أو بالجسم، يعني بيقعدوا يتفرجوا على نفسهم قدام المراية مثلا، بيشوفوا كل لو زادوا جرام ممكن بقى ده يأثر عليهم بشكل سلبي، هم ما يخرجوش اليوم ده، بيوزنوا نفسهم بشكل هوسي. هوسي بالظبط، لو لقوا ان الرقم اتغير ممكن ما ينزلوش ما يخرجوش. فبالتالي اضطراب الأكل بيسبب مشكلة كبيرة في الحياة اليومية بتاع الشخص. طب وأنواعها إيه؟ في ثلاث أنواع، يعني أكتر ثلاث أنواع معروفين هما البنج إيتينج ديس أوردر اللي هو النهم أو الشراهة بالأكل، بمعنى أن الشخص ممكن يأكل أنواع أكل وكميات أكل كبيرة أو في وقت قصير، ويحس أنه هو ما بيكونش واعي، يعني بتحصل وهو مش مدرك أنه هو بيعمل كده. مخه بيفصل مثلاً؟ بالظبط، انت جبتي الكلمه الصح، بيفصل، يعني ما بيكونش هنا، هي بيبقى في نوع من انواع كانه احنا مش موجودين، احنا في حته تانية، هو بيبقى نوع من انواع التخدير. اوكي. لو نقدر نقول نبسطها، بيكون في كمان البوليميا نيرفوزا اللي هو انا ممكن اكل كميه اكل كبيره وبعد كده احاول اتخلص منها بشكل مش صحي عن طريق وسائل مختلفه، بس احنا مش هنقول ايه هي عشان ما نديش عشان ما حد نديش للناس افكار. افكار. بالظبط. وبعدين في الانوركسيا نيرفوزا اللي هي الناس بتفقد شهيتها خالص، فممكن تقعد ايام واسابيع وشهور يعني ما بتاكلش خالص، او لو بناكل حاجات يعني لا تذكر. فالتلات انواع من الاضطرابات الاكل دي هي اكتر حاجه متعارف عليها او معروفين، بس في انواع تانية، وهم الانواع دي هي اللي كلها بتكون مصنفه كامراض نفسيه. طيب عايزين برضو نعرف منك ايه الاسباب اللي ممكن تخلي شخص يحصل له اضطرابات الاكل؟ الأسباب مفيش سبب معين، هو عادة بتكون عدة أسباب مع بعض ليها علاقة بالشخصية، يعني في أشخاص بيتولدوا حساسين أكتر إن هم يكونوا عندهم اضطراب غذائي. أول حاجة لو هم كبروا في بيت بيتكلم عن الأكل والدايت بشكل كبير، يعني لو الأم أو الأب بيكلموا وحش عن جسمهم، أو مثلا الأم تفضل تقف قدام المراية أنا اتخنت قوي أنا محتاجة أخس، اوتوماتيكلي يعني الاطفال هتبقى لازم عندها كمان هي علاقه بجسمها وبالاكل وحش، لانه الاطفال هيقلدوا مامتهم وباباهم. صحيح. فلو مثلا الاب مثلا بالليل بعد يوم طويل من الشغل يفتح التلاجه وياكل كميه اكل كبيره، الاولاد في اللاوعي هتقلد الـ 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 الاب الاب هتقلد الاكشن ده. ده ليها علاقة كمان بالشخصية، سو احنا قلنا الشخصية لو حد perfectionist يعني مثالي بزيادة، حساس وanxious او عنده توتر، هيكون قابل اكتر ان هو يجيله اضطراب، يقع في الاضطراب ده او يقع بالزبط. المرض ده.